من بعد مباراه فيوتشر واحنا بنتكلم بقى على الاهلي وبيراميدز تحديدا، الناس من بعد مباراه فيوتشر اتكلمت عن فكره عوده الاهلي بقوه ويعني والامور اللي ليها علاقه بانه ده الاداء القوي، ده الاداء اللي بشخصيه الاهلي وما خدتش بالها من انه كان في عوامل برضو في مباراه فيوتشر ادت الى انه الاهلي يكسب بالمكسب ده. انت شايف من وجهه نظرك الهزيمه من بيراميدز ليها اسباب حقيقيه نقدر نرتكن اليها؟ انا بسال السؤال ده بقى لي يومين ثلاثه. طبعا. دلوقتي احنا بنتكلم في ان دايما المدير الفني هو انت لما بتشوفه ما ينفعش تحكم عليه من ماتش واحد، صح؟ احنا بنقول الجمله دي ليه؟ ما تيجي نفصصها كده ونفكر لا بالايجاب ولا بالسلب، يعني لما يكسب ما تحكمش عليه ولما يخسر برضه ما تحكمش عليه. يعني هي الفكره بتمشي ازاي؟ اولا هقول لك على شويه حاجات بالنسبه لي فارقه جدا. في الانديه دلوقتي كلها عندها الباك روم اللي هي غرفه العمليات اللي بتساعد المدير الفني. أيوة. حلو. غرفه العمليات دي شغلها ايه يا ابراهيم؟ شغلها ان هي بتسجل تدريبات ومباريات الفريق على مدار اسابيع، وبتفلتر الحاجات المتشابهه مع بعض وتحطها مع بعض، وتوصل لنتيجه ان اللاعب الفلاني عنده قصور في الحاجه العلانيه وتشتغل بيها وتشتغل عليها، واللاعب العلاني عنده تميز في الحاجه الفلانيه فممكن ننط على النقطه التاليه في السجل بتاعه في النقاط الاداء. حلو الكلام؟ كلام عظيم. فيبقى احنا هنا بنتكلم في ان اي مدير فني في الدنيا هو محتاج لوقت بكل تاكيد. محتاج لوقت عشان ايه بقى؟ عشان يعمل افكاره ويطبقها ويحفظها للعيبه امام منافسين مختلفين في الاداء، بمعنى انك ممكن تلعب فيوتشر اللي بيلعبك باتنين ارتكاز، ده غير خالص لما تلعب بيراميدز اللي بيلعبك بتلاتة ارتكاز، غير خالص لما هتلعب طلائع الجيش اللي بيدافع بستة، غير خالص فاركو اللي هتلاقيه بيدافع بستة قدامهم أربعة مرصوصين من غير راس حربة. كل واحد من دول هيكون مدرسة، فانت افكارك دي اللي انطبقت ونجحت قدام فيوتشر مش بالضرورة قدام بتنجح قدام طلائع الجيش.